بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم، معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنكمل مع بعض ثيم 2 تشابتر 2. عندنا في البارت ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن اول كلمه اسمها above. above يعني فوق. above يعني فوق، ان مثلا القطه دي above the tree او فوق الشجره، او مثلا انت واقف فوق الكرسي، او مثلا واقف فوق العربيه، فالحاجات دي اسمها above يعني فوق. كلمه above يعني فوق. طب تحت بقى، يعني لما تكون تحت الوردة دي مثلا، او تحت الشجرة، او تحت المكتب، فده اسمه بلو يعني تحت. بلو يعني تحت، يبقى above يعني فوق، بلو يعني تحت. عندنا بقى موضوع مهم، وهو فكرة seasons. تعالوا نقول الكلمة دي مع بعض كده، seasons. كلمة seasons يعني فصول، ومقصود بفصول هنا فصول السنة. يعني انت احنا دلوقتي مثلا ممكن نكون في الجو حر شوية، فده احنا في السمر. بعد شوية هيجي الوينتر، وفي كمان في حاجة اسمها fall اللي هو الخريف، وفي spring اللي هو الربيع. ففصول السنة او السنة كلها ما بتبقاش نفس درجة الحرارة، ما بيبقاش نفس الحر او نفس الساعة، شوية حر وشوية ساعة. فالحاجات دي اسمها seasons. يبقى seasons of year معناها فصول السنة، seasons. وإحنا عايشين في بيئة، وعايشين في مكان، وكبرنا في المكان ده، ولازم نحافظ على المكان ده. المكان المحيط بينا اللي إحنا عايشين فيه وبنتغذى منه وبنستفيد منه، ده اسمه، أو المنطقة اللي إحنا عايشين فيها، أو المكان اللي إحنا عايشين فيه اسمه environment. environment يعني البيئة، المكان المحيط بنا، كل شيء حوالينا، بلدك، المكان اللي انت فيه، المنطقة اللي انت بتعيش فيها، دي اسمها environment. environment كلمة مهمة جدا، وهنتكلم عنها كتير في السنين اللي جاية، وان شاء الله نكمل في الفيديوز اللي جاية مجموعة الكلمات الباقية. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معكم مستر احمد الباشا، باي باي.